وجودي هون واحتكاكي باللعيبة زادني ثقة كبيرة بالأمام أي، أعطاني ثقة أكبر أنه ألعب إن شاء الله الفايت ب15 الشهر الشهر الجاي بكل ثقة وبكل قوة، زائد تدريبي لما كمان أرجع على لبنان بنادي شوغان كمان وجود لعيبة قوية واحتكاك فيهم. جيت على تايجر مواي تاي جيم كرمال اعمل معسكر وحضر فيه لمباراة القادمة بديزرت فورس، حتكون مباراة على اللقب، على لقب وزن 77 كيلوغرام. نقيت تايجر مواي تاي جيم كرمال هو من اقوى النوادي بالعالم، بيجي عليها جميع ابطال العالم، جميع ابطال الالعاب القتاليه لهون لحتى يعملوا معسكر، وكمان في اهم المدربين هون. جيت لهون كرمال احتك باللعيبه، كرمال اكتسب خبره، التدريب هون كان كتير قوي وكتير استفدت،